هلا يا فراشاتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بقالي كتير ما نزلتش فيديوز، يعني عيد وبعد العيد حصل حاجات وظروف وكده، وكلكم انا عارفه ان انتوا الناس اللي بعتتلي على المسجز والناس اللي سابت لي كومنتس، انا عارفه ان انتوا مستنيين الفيديو بتاع كليو. الفيديو ده زي ما انتوا شفتوا في العنوان ملوش علاقه بكليو، هو انا بس فيديو كليو هينزل متاخر شويه، يكون بس اديت للبرودكت حقها في اني استخدمها، عشان لما اطلع اقول رايي فيها ابقى بقالي فتره كبيره بستخدمها، خصوصا ان ده سكين كير فلازم ياخد وقته في الشغل. النهارده انا اول مره اطلع من غير ميك اب، لانه زي ما انتوا شفتوا في الاول الفيديو او في التايتل، انا الريفيو النهارده عن برايمر، فخلال الفيديو هقول لكم بيتحط ازاي وهنجربه سوا، فعشان كده حبيت اطلع من غير ميك اب. معلش استحملوني شويه اللي انا طالعه فيهم من غير ميك اب دول. الناس اللي اول مره تشوفني، انا اسمي نيره، بعمل ريفيوز عن الميك اب وعن السكين كير، وبتكلم عن البرودكت نوليدج بحيث ان انا اساعدكم انكم تشتروا منتجات صح وتحطوا فلوسكم في المكان الصح. مش هطول عليكم، يلا بينا نشوف الفيديو النهارده هيتكلم عن ايه. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن البرايمر ده من الف، تمام؟ الف كبراند، براند معروفه سواء هنا او بره، هي براند دراج ستور وبراند اسعارها حلوه جدا. عندهم برايمرز تاني غير ده، بس ده يعني كان اخر حاجه هم نزلوها. خليني احكي لكم كده او ببساطه او في السريع نتكلم على البرايمر ده قصته ايه. من اكتر من سنه في براند اسمها تاتشا، دي براند سكين كير، يعني الناس اللي شافت الفيديو بتاع الهاي اند والدراج ستور هي اعلى كمان من الهاي اند. البراند دي ابتدت شويه تدخل في الميك اب، فاول حاجه كانت نزلتها برايمر كان اسمه سيلك كانفاس، تمام؟ برايمر ده اول ما نزل حرفيا كسر الدنيا، كل اليوتيوبرز اللي موجودين على السوشيال ميديا شكروا فيه، بقى في الفيفوريتس، اي في فيديو ليوتيوبر بيعملوا فيفوريت هتلاقي البرايمر ده موجود فيه، بقى على الويش ليست بتاعت ناس كتير. بس الفكره ان البرايمر ده غالي جدا، $53 تقريبا. طبعا البرايمر ده مش عندي، انا استحيل اشتري برايمر ثمنه يعدي 1000 جنيه. فبعدها بفترة بسيطة الف نزلت البرايمر ده، هو اسمه بورل سبوتي برايمر. واول ما نزل حرفيا كل اليوتيوبرز، او يعني نسبة كبيرة جدا من اليوتيوبرز، عملوا فيديوهات مقارنة ما بين الاثنين. مينلي الكلام اللي اتقال في الفيديو ان الاثنين يعتبر واحد، فروق بسيطة جدا في التكتشر وفي الفيلينج بتاعه على البشرة. بس لو بصينا السعر ده مقارنة لسعر التاتشا، يعني ده $8 والتاتشا $53، انا مش محتاجة ادفع الفرق ده كله في تاتشا لمجرد ان في فروق بسيطة حتى في المكونات، حتى في الانجريدينز اللي جوه البرايمر نفسه. طبعا تاتشا في حاجات زيادة بس مش مستاهلة فرق $53. فبقى من البرودكتس اللي بتسولد اوت على طول اول ما الف بتنزله، يعني اول ما الف مثلا بتنزله على الموقع او في ريتيلرز تارجت، بقى اولت، تي جي ماكس، واتيفر الريتيلرز بتوع اللي بينزلوا الحاجه بتاعه الف، بيخلص بيسولد اوت وبتستنوا فتره لحد ما ينزلوا تاني. ومن كتر ما هو نجح نزلوا فيرجنز ثانيه منه، يعني دوت اول فيرجن نزلت خالص اللي هي اليونيفرسال اللي اي حد يقدر يستخدمها، بعد كده نزلوا ده اللومينوس، وده للناس اللي بشرتها جافه او الناس اللي بتحب اللوك الدوي، وبعد كده نزلوا ده وده المات، وده للناس اللي بشرتها دهنيه وبتحب اللوك المات، وبعد كده نزلوا دول البرايمرز بس للعين بكذا درجه، بحيث انها تليق على كل درجات البشره من اول الفتحه البيضاء لحد السمراء. فشوف قد ايه البرايمر ده نجح لدرجه ان يعني بقى فعلا من البرودكتس البيست سيلر. المشكله ان محدش بيتكلم عن البرايمر ده خالص في مصر، ما بشوفش سيلرز بتجيبه، ما بشوفش بنات بتطلبه، بيطلبوا حاجات من الف، برايمرز من الف نازله مثلا بقالها 5 سنين او حاجه،
الفكرة ان في مصر هنا لسه عندنا المايند سيت بتاع ان ادم حاجة كويسة انا مش هغيرها، مش هشوف ايه الجديد اللي نازل، وهفضل اشتري نفس المنتجات ونفس الحاجة اللي بتنزل بقالها اكتر من 10 سنين لحد ما خلاص. يعني في حاجات كتير ممكن يبقى سعرها ارخص كمان وبتنزل ومحدش بيتكلم عنها. فاتمنى ان الفيديو ده يعني يدي البرودكت ده حقه، خصوصا ان انا جربته 3 مرات، وفي ال3 مرات بصراحة انا يعني فاق التوقعات. انا البرايمر ده حرفيا انا بدور عليه بقالي سنة لحد ما لقيته بالصدفة، ومكنتش متوقعة. انا كنت متوقعة انه هيبقى عادي، مش هيبقى بالإفكت ده يعني، او مش هيعمل اللي هو عمله معايا. انا هجربه معاكم دلوقتي بحيث ان انتوا على قد ما اقدر. طبعا انا عارفه ان الكاميرا مهما كانت كويسه عمرها ما هتبين تفاصيل التفاصيل بتاعه البرودكت، بس يعني عايزاكم تثقوا فيا ان انا يعني اللي هقوله لكم هقول رايي بصراحه جدا، واقول اللي انا شايفاه في المرايه. انا هحط البيز بتاعي، انا مش حاطه حاجه خالص على وشي، حاطه يا دوب نقطتين كونسيلر هنا خفيف قوي عشان الشكل كان صعب. انا عندي هالات سودا جامده جدا، فالشكل كان صعب قوي قدام الكاميرا، فحطيت نقطه بس كونسيلر كده عشان تداري. حاجه كمان نسيت اقولها، البرايمر ده الاوفيشال ويب الاوفيشال شانل بتاعه الف قالت ان هو ينفع كمان يبقى برايمر للعين وبرايمر للشفايف. يعني ممكن لو هو فعلا يعني طلع زي ما هم بيقولوا ان هو بيساعد ان الاشادو يثبت والشفايف. بص انا مش مصدقه موضوع الشفايف ده، لان مفيش حاجه هتثبت يعني الروج على شفايفك غير لو هو ثابت اصلا، نوع الروج ثابت، ولو كريمي مهما حصل عمره ما هيثبت. فخلينا ايه نقول ممكن ده ينفع يبقى مرطب حلو للشفايف، للناس اللي ما بتحبش احساس زبده الكاكاو على شفايفها ممكن تستخدميه. هنشوف برضو للعين هيعمل ايه. انا هحط البيس، هحط لوك بسيط جدا من غير رموش من غير لاينر، يا دوب بس عشان نجرب البرودكت سوا. هسرع طبعا الجزء ده عشان خاطر ما يبقاش الفيديو طويل وممل. ومعلومه تانية، البرايمر ده المفروض ان هو بيعمل ايه، يعني علشان خاطر بس لو في اخر الفيديو قلت لكم هو يعني اوكي ابروفد ونجح ولا لا، هو المفروض بيملى المسام، بيعمل سموزنج افكت، بيعمل اللي هو التأثير التنعيم على البشرة، وبيحافظ عشان هو فيه انجريديت اسمه سكويلين، ده انجريديت بيحافظ على المويستر او الترطيب اللي في بشرتك. انا بشرتي فيها تكتشر، فلما بحط فاونديشن تقيل بيبان التكتشر ده، فانا اغلب الوقت حتى لو رايحة مناسبة بحط فاونديشن خفيف، علشان انا اللي فارق معايا ان شكلي يبقى كويس احسن من يبان ان احط ميك اب. فالنهاردة انا مش هحط فاونديشن خفيف، انا هحط فاونديشن تقيل. الفاونديشن اللي هحطه النهارده هو بتاع اسنس، اللي هو ده اللي ستاي اول داي 16 اورز، ده يمكن الناس تقول عليه ان هو خفيف بس هو بالنسبه لي انا تقيل، التكستشر بتاعه تقيل، ولما بحطه بيبين لي المسام، يعني بيبين المسام وبيبين التكستشر اللي في بشرتي. فانا يعني بحطه لو اليوم بشرتي مثلا كويسه، او لو انا بقى مناسبه وعندي مشاكل في بشرتي. انا زي ما انتم شايفين بشرتي زي اي بنت، فيها شويه تصبغات وفيها اثار حبوب وعندي هالات طبعا وتكتشر. فهنشوف بقى دول مع بعض كده هينجحوا، هيخلي الافكت اللي هو بتاع التكتشر ده يروح ولا لا. حاجه كمان، مفيش برودكت في الدنيا هيخلي لك وشك ده ناعم زي بشره الاطفال. لازم تهتمي ببشرتك ولازم تعملي روتين سكين كير. انا ابتديت، انا كنت يعني مهمله في موضوع السكين كير ده بقالي فتره كبيره، وابتديت الى حد ما ابتدي ادخل في السكين كير كده واهتم ببشرتي وبتاع، بس لحد دلوقتي طبعا السكين كير بياخد وقت. فخلينا نقول ان انا لسه المشاكل اللي عندي في بشرتي لسه موجوده، وهنشوف ده هيخففها. مش هقول ان هو هيضيعها تماما، لان زي ما قلت لكم مفيش حاجه هتضيع تكتشر من بشرتك تماما غير اهتمامك بيها. فهنشوف ان ده هيخلي شكلها احسن ولا لا. هحطه الاكتر منطقه يعني عندي فيها مسام واضحه هي المنطقه دي، وهحطه في المنطقه دي يعني بطريقه الطبطبه بحيث ان هو يملى المسام. وهحط نص وشي ده البرايمر ونص ده مش هحط البرايمر، بحيث ان انا اشوف يعني في فرق ولا لا، حتى لو مش اون كاميرا، حتى يعني انا هبص في المرايه وهشوف في فرق ولا لا. فتعالوا كده نشوف الجزء اللي جاي ده التطبيق العملي كده، ونشوف النتيجه في الاخر. يلا بينا.
would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that, that you miss me. عملت لكم بسيط، سرعته علشان بس الفيديو ما يبقاش ممل، و يعني ما حطيتش حاجات كتير. ممكن في ناس تبص او تتفرج على الفيديو ده تفتكر ان انا يعني دي ميك اب كتير، بس انا اعتبر يعني حاطه لوك بسيط جدا. بس انا حطيت كل حاجه بحيث ان انا عايزه اشوف شكل البشره او شكل وشي عامل ازاي، وانا حاطه فول فيس بحيث ان انا اقدر احكم عليه. فخلينا كده يعني نشوف. اول حاجه خالص، انا زي ما قلت لكم انا عندي تكستشر في بشرتي، هو ما راحش مليون في الميه، بس الناحيه دي انعم كتير من الناحيه دي. دي اول حاجه. المسام هنا يعني تعتبر مش موجوده عن الناحيه دي، الناحيه دي المسام باينه اكتر. هنا الحتة دي لحد ما برضو فيها تكتشر على الهايلايتر بيبينها، لا هنا الهايلايتر يعني شكله ناعم على البشرة ومش مبين التكتشر، حاجة بسيطة جدا اللي باينة، عكس هنا باين كل حاجة تقريبا، يعني باين كل المشاكل اللي في البشرة. منطقة الجبهة نفس الكلام،
يمكن الحتة اللي اتحط فيها ال البرايمر بالضغط، يعني مثلا هنا الحتة دي ناعمة جدا، مفيش اي مسام، مفيش اي تكتشر في البشرة. لا بجد شابو، انا مش عارفة ازاي محدش بيتكلم على البرايمر ده. يعني البرايمر ده مش غالي، البرايمر ده ب 92 جنيه، يعني مش غالي بالنسبة لأنواع برايمرز كتير موجودة دلوقتي وأغلى من كده، وبلاقي ناس كتير جدا بتجري عليها وعايزة تشتريها. البرايمر ده فعلا يستاهل كل فلوس اتحطت فيه. تعالوا كده نجرب موضوع العين علشان خاطر، يعني لو الموضوع يعني لو فعلا ثبت الشادو يبقى كده شابو. فانا دي فرشة ناعمة هحركها كده على العين وهشوف يعني هيطير بسرعة ولا لا، خصوصا ان الباليت اللي انا حطاها يعني مش ثابتة قوي، يعني مع الوقت بتطير. طب اللي انا شايفاه هو طبعا هنا في طار، بس هنا اثبت عن هنا. يعني انتوا لو بصيتوا هتلاقوا البيجمنتيشن بتاع الالوان هنا اقوى من البيجمنتيشن يعني هنا يعتبر الشيمر اللي فوق العين يعتبر راح، هنا لسه موجود، انا لسه شايفاه. طبعا انا بحط الشيمر فوق العين، انا دايما بحط يعني لما لوك سريع او كده بحط نفس الهايلايتر اللي انا حطاه. الهايلايتر ده مش قوي قوي، يعني مش حاجة قوية قوي، بس انا بحط كذا طبقة بحيث ان هو يبان. فبالنسبه للشادو هو ثبت الشادو، انا يمكن ما حطيتش قوي فوق عيني، بس لا هو فعلا ثبت الشادو. فدي بوينت تانية تتحسب له انه ممكن تستخدمي كمان برايمر للعين وتوفري على نفسك تمن منتج تاني هتشتريه. ف anyway عشان الفيديو ما يبقاش اطول من كده، الف شابو بجد، البرودكت يستاهل كل قرش اتحط فيه. لو انتي بتدوري على برايمر حلو ورخيص ويعمل لك الافكتس اللي هو قايل عليها، المسام والتنعيم، جو فور ات. انا ما بحبش فيه حاجات كتير جدا للمسام، بس الفكره ان اغلبها بتبقى سيليكون، وانا ما بحبش احساس الحاجه السيليكون على بشرتي، بحس انها بتسد المسام بتاعتي. يعني ده كريمي، ده ناعم، ده تفرديه كانك بتحطي كريم. غير السيليكون، الحاجات السيليكون 80% من الوقت بتعمل ايه، بلاقيها كالكعيد تحت الفاونديشن وساعات بتقشر مني. ممكن يكون غلط من الاستخدام، بس انا شايفة ان ده احسن بكتير جدا مني اجيب برايمر سيليكون. الكمية دي على فكرة كبيرة، دي 21 جرام، يعني انا بقالي كتير جدا بستخدمه، يعني اللي يبص عليه يفتكر ان انا ما اخدتش منه حاجة. هيقضي، وخصوصا انت بتاخديش منه كتير، يعني انت ما بتاخديش منه كمية، انت بتاخدي منه يدوب من على الوش، يعني دي هتقعد وقت، الكمية دي هتقعد وقت طويل جدا. لو انت بشرتك عايزة تجيبي حاجة زي كده يونيفرسال، بحيث ان هي تمشي لأي يعني اي وقت في السنة، هاتي انت بقى جافة هاتي اللومينس، انت دهنية هاتي المات. بفكر اجيب البرايمر بتاع العين، مع ان انا بعد دوت خلاص انا مش محتاجاه، اجيب البرايمر بتاع العين واجربه برضو ممكن يطلع كويس، خصوصا انا برضو سمعت عنه كلام حلو. فالف شابو بجد، وميرسي للسيلر اللي انا اخدت منها البرايمر، يعني بجد انا مكنتش متوقعه ان انا هعرف اجيبه هنا من هنا من مصر. والفيديو كان طويل انا عارفه، بس احب اختمه طبعا ان بوزيتيف نوت، وبرايمر حلو ويستاهل. ولو عجبكم الفيديو بجد اعملوا لايك وشير، ولو انت على قناة اليوتيوب اعملي سبسكرايب، وسيبيلي تحت في الكومنتات عايزة تشوفي ايه تاني اقدمه لكم الفترة الجاية. ولو انت على قناة الفيسبوك اعملي للصفحة لايك، واعملي شير للفيديو على صفحتك، واعملي منشن لصحباتك، ممكن اقول كن قلت جملة او قلت معلومة حد فيكم يستفيد بيها. ومش هطول عليكم اكتر من كده، اشوفكم في الفيديو الجاي.